وبالعودة إلى الجزائر ينضم إلينا مجددا المحلل السياسي عبد الرزاق صاغور. أستاذ عبد الرزاق هل تسمعوني الآن؟ أسمعك. نعم أهلا بك أستاذ صاغور. مساء أمس أغلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية الجزائرية، الآن في هذا التوقيت الذي يكتنف الغموض السياسي المشهد الجزائري وإعلان وزارة الداخلية سحب المرشحين لملفات ترشحهم، هل يعني ذلك أن الانتخابات باتت في حكم الملغاة؟ أكيد أنه لما انتهت المهلة المحددة قانونا ودستورا بالتالي أصبحت يعني عدم وجود مترشحين رئيسيين، وحتى المترشحين انسحبوا، يعني السيد عبد العزيز بالعيد والسيد انسحبوا من الترشيح من الانتخابات. إذن اليوم نظن بأنه ننتظر بيان أو إعلان للمجلس الدستوري الذي يعلن فيه عن إلغاء الانتخابات وتحديد ربما أجل آخر أو على الأقل إعطاء معلومات حول كيفية إجراء الانتخابات لاحقا وإلى أي حد يمكن إجراؤها، لأنه الدستور في الحقيقة لا يصرح لا يعلن صراحة عن كيف أن هذه الوضعية التي جاءت نتيجة عدم وجود مترشحين هو يفسر أو يشرح قضية لو في السحاب أو في حالة الموت، ولكن عملية عدم وجود مرشحين غير موجودة في الدستور، وبالتالي الآن سيجتهد تكون اجتهادات أكيد أنه من مجلس دستوري ولكن ذات عمق وطابع سياسي لحل حالة الوضعية، ولكن هذه المرحلة أظن أنها كانت مطلوبة وكانت نستطيع أن نقول كانت إلى حد ما نقول بأنه ربما كان يجب أن تكون، لأنه كل الشعب كان رافض الانتخابات يوم 4 جويلية، الرأي العام كان رافض، وبالتالي عن معك على السلطات إلا إيجاد مخرج، هذا المخرج هو مخرج إلى حد ما مقبول لأنه ما فيش مترشحين. طيب أستاذ عبد الرزاق، يعني باعتقادي كيف ستتعامل المؤسسة العسكرية التي كانت مصرة على إجراء انتخابات في موعدها رغم الاعتراض الشعبي إذا ألغيت الانتخابات من موعدها؟ لا أظن أنه هذه الوضعية جاءت خارج طموح المؤسسة العسكرية، أكيد أن المؤسسة العسكرية كانت تعلم بهذه الوضعية وربما حتى ساهمت فيها بطريقة أخرى. إذا المؤسسة العسكرية ليست الآن لا يعني في 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 منطق الضغط أو منطق أنها لم تحقق أهدافها، لا أبدا أظن أن المؤسسة العسكرية هي أيضا تريد أن الانتخابات تؤجل حتى لا تحتك أو حتى لا تصبح في مواجهة تامة مع الحراك ومع الشعب. لذا الآن وجدت هذه الثغرة لإيجاد حل اجتهادي باللجوء ربما إلى المادة 103 التي تنص على في إمكانية تمديد الانتخابات إلى 60 يوم في حالة وفاة مترشح ما، ولكن يمكن الآن لما عدم وجود نص قانوني معناها أنه بإمكانهم الاجتهاد في هذا الإطار. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرزاق صاغور المحلل السياسي، كنت معنا مباشرة من الجزائر.